سيرمر جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة جزيرة المزارعين. ببساطة لعبتنا هذه فكرتها ان احنا لازم نكون مزارعين ونحاول نزرع ونطور مزرعة حقتنا. لا تنسوا زر اللايك، اشتراك معنا في القناة، تبون مقاطع اكثر من اللعبة هذه وايضا الالعاب الرهيبة اللي دائما احنا عادة ننزلهم. المهم هذه اللعبة حاليا قدامنا مثل ما تلاحظون، اول شيء هم يبوننا نسويه يبوننا نجي على طول لمكان الفلوس. احنا عندنا $7 استخدمناهم وكبرنا المنطقة حقتنا. الحين هني انا اقدر اتوقع اني اجمع لي اشياء. المهم خلنا نمشي. أنا الحين لازم أجي آخذ الذرة هذه وأبتدي أنا أزرع الذرة مثل ما تشوفون في المنطقة كلها. حاول إنك تتحرك، لازم أتحرك عشان أزرع الذرة. من ثم أبتدي أسقي الزرع اللي موجود بالطريقة هذه. بعد ما تسقي الزرع يا سيد تحتاج إنك تبتدي تحرث تشيل الذرة اللي موجود معاك. أيوه باقي واحدة، هذه شلناها. فإذا حاليا أخذنا الذرة كاملة اللي موجود معانا بالطريقة هذه. أنا أقدر أجي لهذا أبيع كل الذرة اللي معاي وراح يعطيني مجموعة من الفلوس. أعطاني تقريبا 114. ال 114 هذول أقدر إن أنا أشتري فيهم أرض إضافية. تمام، الحين خلنا نجي ونبتدي نزرع. طبعا لازم في البداية إنك تزرع، هذا الشيء الأساسي إنك تبتدي تزرع. تعال تبتدي إنك تسقي الأرض كلها، نسقيها كلها راح يكبر معانا الذرة ونبتدي نشيل الذرة كلها. خلنا نشوف مع بعض كم المبلغ اللي راح يطلع معانا في الوقت الحالي. شيل، حلو، يلا نجي لهذا نعطيه. الحين اعطيناه كله، اعطانا مباشره الاشياء هذه. لو حبيت اشتري ذره اقدر اني اضغط، اتوقع هني المفروض ان انا اقدر اشتري من عنده ذره، المفروض يعني. المهم انا الحين راح اشتري هذا المكان اللي ب 30، اشتريناه، صار عندنا شجره تفاح. نقدر نجي ونهز الشجرة هذه وراح يطلع لنا تفاح. فالتفاح أيضا له سعر ثاني غير الذرة. فنبتدي نحطه هني، ناخذ الفلوس هذيلا كلهم، صار عندنا تقريبا 600، أوه مبلغ جدا ممتاز يعتبر نوعا ما. فانجي لهذا ونبتدي نحطه هني، حطينا جسر، بعد الجسر على طول راح أرجع مرة ثانية وبعد بحطه هني. فسوينا لنا تقريبا منطقة جديدة. هل أبتدي أبني ولا شو أسوي؟ خلنا نبني هذا. هني احنا محتاجين بلوكات. نحتاج بلوكات، اخذنا البلوكات هذول كلهم بعد. اوه المبلغ اللي عندنا الكبير كله راح يروح علينا عشان بس نحن نبني المناطق هني. الحين اقدر اني اوظف لي موظف. سويت له هذه الحظيره وجبت لي موظف. هذا الموظف الحين بنفسه هو بطيء والله. المهم الموظف هذا بنفسه راح يروح ويشتغل يعني بالشغل حقي، وانا اقدر احرك بعد. الحين اقدر احرك، والله بطيء. انا يبي لي ارض ثانيه وثالثه ورابعه، والله بطيء جدا. المهم انا راح اجي احط مداله لانه بطيء. يلا حط معاي. تعال نسقي الزرع. بطيء، ليش يتمشى بالعرض البطيء؟ ثواني، الحين هو جاي يجمع لي ولا شنو؟ هو الفكره حاطين انه يكون بطيء يعني، لان انت لما تشتغل راح تكون اكيد اسرع منه. فناخذ الفلوس هذه كلهم تقريبا $400، خله يشتغل ويسوي، وانا راح اروح احرك واشتري هذه. هاي ارض جديده، عطني البلوكات جدا مهمين بالنسبه لي. هني محتاجين بلوكه واحده اضافيه عشان نقدر نحن نفتح المنطقه ذيك. فالحين اشترينا بلوكه اضافيه. ف هني ابتدي حاليا ازرع انا بعد. يعني والله يبي لي موظفين اكثر، بما ان عندي ارضين الحين. نبتدي نحط هني ماي. حلو. وابتدي اشيل. الحين بعرف انا هذاك راح يروح يبيع بنفسه ولا لا. خلنا نشوف ايش راح يسوي. انا الحين قاعد اشيل التفاح. ها طماطم، مو تفاح، طماطم. اوكي التفاح في الشجره، ها طماطم. فانا راح اجي واحطه هني واخذ الفلوس كلها. انزين الحين هو وين ودى الذره؟ والله ما اعرف يا جماعه. المهم هيا اعتقد ما نقدر نروح لها الحين. طيب انا ما اشوف فلوسي زادت صراحة، هل راح يزيدها هو ولا ايش راح يصير؟ ما اعرف. المهم هذا تقريبا ب 100 اشتريناه، جسر وهني ب 20 هم اشتريناه، بيض يعني راح يكون عندنا هني دجاج يمكن، مو متاكد، خلنا نشوف. هني منطقة الدجاج، فانا الحين معاي دجاجة واحدة وثلاث بيضات. اجي لهذا مثلا اعطيه وراح يعطيني الفلوس. اوه البيض غالي، يبي لي اشتري من الاشياء اللي موجوده هني ضروري. البيض غالي، فلوسي ما قاعده تزيد. تعال، ما اقدر الحقه، ما اقدر. وين راح؟ ما اعرف وين راح صاحبنا. ما علينا، انا كاني اخذت شيء ذهبي. يب حصلت معول ذهبي من ذهب. ناخذ هذيله يا الحبيب. اعتقد انه يودي
يودي الذرة للبيت حقنا. هني عندنا هذه، لا بالحركة هذه أنا يبي لي موظف جديد، صح ولا لا؟ أتوقع صح، يبي لي موظف جديد. فبما أن الحين عندي تقريبا أكثر من مكان، فلازم أجيب لي واحد يعني، أو أجيب ما أدري، لازم أجيب لي أحد زيادة. ناخذ الدور أول شيء اللي موجود شلناه ونوظف. إذا بوظف عامل ثاني لازم 2000. أوف يا المبلغ، أنا بعدني مستجد. خلينا نشوف، مشي كل شيء. خلنا أبيع أول شيء اللي عندي كله. كم عطاني؟ مبلغ بسيط والله، مبلغ بسيط. خلنا نكون صريحين، نشتغل هني. بحاول إذن هذا ما أدري شو راح أسوي معاه. خلنا نسقي الزرع، نسقي الزرع كامل وناخذ هذا لأنه مجاني. كبير، راح استخدمها لمدة وقت محدد بس. خلنا نشيل الفلوس، نرجع مرة ثانية، خلنا نحط بعد، نزرع. يلا اسقي اسرع. استخدم المعول مالك، وهذه خلنا ناخذها معانا ونرجع. لا دقيقة، ما راح اروح ابيع الحين، راح ابتدي ازرع بسرعة عشان اطلع لي مبلغ كبير، لاني اعتقد اني محتاج موظف اضافي او شيء مثل هذا. ما ضل شيء، ما طلع فوجي مليون شيء طلع فوجي. الحين مثل ما تلاحظون معاي تقريبا قربنا من 100. اي خلاص 100 ذره تقريبا زرعت في الوقت الحالي موجوده معاي. يلا نزرع 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 ونبتدي نشيل كامل. ايش رايكم في اللعبه؟ والله اللعبه حلوه عجبتني انا. حط حط حط، اسقي كامل، اوكي، وشيل هم كامل. خلينا نشوف مع بعض كم المبلغ اللي راح يطلع لي في الوقت الحالي بعد ما اجي. اوه مبلغ طيب، مبلغ طيب. اتوقع ان المبلغ الطيب هذا الحين بعد ما راح، لا روح هناك. ليش جاي هني؟ ليش جاي هني هذا؟ والله ما فهمت. روح مكانك. ابى اجمع 2000 عشان اجيب لي موظف ثاني. روح ليش هني جاي؟ روح مكانك يا ليل، روح مكان. يا الله اوكي، يبي يساعدني في نفس المكان، ليش؟ ما له داعي، يروح يشتغل هناك واجد افضل. اوكي 99، هل راح اقدر الحين احصل وجيب البيض؟ كم بيضه معاي؟ تقريبا 9 بيضات. عندي 2000 يا سيد، تجيب لك موظف ثاني، والموظف الثاني الحين راح يضبط امورنا. ناخذ الذره اللي موجود ونجيب موظف ثاني. شفتوا كيف؟ جبنا الحين موظف، صح انه بطيء بس على الأقل عندنا موظف ثاني، عندنا واحد ثاني ساعدنا. شلنا الحين الأشياء اللي موجودة ونجي هني نحط هذا كله، طلع لي مبلغ بسيط 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 بسيط. أوكي يمديني أتوقع أشتري دراجة إذا ما خاب ظني. خلنا نشتري من هني، وأقدر أنا ببساطة الحين أحط طماطم. أيوة ها بيجي هني، هذا شكله ناوي يجي هني أتوقع. عجب مكان الطماطم. يلا قصص، انا ما ادري ترى وش اغلى شيء، المفروض انا اسوي الشيء الاغلى. خلوني اوجه للجهه اليمين، الجهه اليمين يا جماعه فيها الدجاجه هني. خلينا نجي للدجاجه، انا الحين لازم اطور المنطقه ذي. اوكي 11 دجاجه، كم راح يكون المبلغ؟ مبلغ اتوقع كبير، مبلغ طيب والله، مبلغ حرفيا طيب. ف نرجع شوي. هذا ما راح يحيجي له، ليش كذي؟ اوكي رجعنا العادي، خلص الوقت اتوقع ورجعنا العادي. قبل شوي كنت صاروخ، قبل شوي كنت حرفيا يا جماعه صاروخ. خلنا نجي لهذه، والحين اضغط هني ونزل التفاح كله، وبروح بعد الى المخزن حقنا. المخزن حقنا على الاقل فيه 50، على الاقل فيه 50 حبه ذره، ببتدي اشيلهم شيلهم. لا ما اعتقد اني بسوي اي شيء الحين، احاول اجمع شويه فلوس علشان المكان اللي جنب الدجاج ابي اخذه. فانجي هني ونشوف كم المبلغ. اعتقد 1000، اي 1000 بالراحه، ومعانا هني 4. فبروح اوجه. اوكي الحبيب هذا بعد رايح الحين بيودي الاشياء اللي عنده، كمل على الاقل حراثه تالي يروح، بس ما ادري ايش بيروح الحين.
نجي لهذه بعد كم عندها؟ عندها بيضتين، 6 بيضات، ناخذ فلوسنا كلها. تالي ايش راح اطور؟ ايش راح اطور؟ خلينا نطور هذه، ما ادري ايش راح اسوي. لا عاد حرام، هاي ايش راح تطور؟ اوكي، انا توقعت شيء حق شيء يخص الدجاج، توقعت طلع لا، انا طلع الحين اللي قاعد اسوي اني قاعد اكبر المكان بدون فايده تقريبا، يعني لو اخلي المكان صغير واشتغل على المكان الصغير، او اخلي 3 اماكن بس، مو افضل؟ انا احس افضل، احس افضل يا جماعه، بس مو متاكد، مو متاكد من المعلومه. هذا معاه شيء، اعطاني ما اعطاني شيء، ما اعطاني شيء. لكن اتوقع يا جماعه اني راح اوقف هنا. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر اللايك، اكتبوا لي تحت لو تبون نكمل مع بعض في اللعبه ونحاول نكبر الحديقه حقتنا، ممكن نسوي هذا الشيء. نشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من هذه اللعبه والعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظات تراهي ما هي حيله.